دي نقطة مهمة. بالمناسبة امبارح النادي الأهلي كان عنده مواجهة مهمة جدا أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال. المباراة انتهت بالتعادل. الأهلي ما قدمش مباراة كبيرة بصراحة، يعني معظم اللاعبين ما كانوش في أفضل أحوالهم، ولكن التعادل في حد ذاته خلى النادي الأهلي يحافظ على صدارة المجموعة. ندي عذر للنادي الأهلي إنه بقاله أكتر من يعني 35 يوم تقريبا ما بيشاركش في مباراة رسمية، من الانسجام أو الحالة الفنية والبدنية لمعظم اللاعبين مش أفضل شيء، فممكن ندي عذر الأهلي. كان ممكن يقدم أفضل طبعا، بس التعادل في كل الأحوال هي نتيجة معقولة، مش هقول جيدة، معقولة بالنسبة للنادي الأهلي عشان على الأقل تحافظ له على صدارة هذه المجموعة. طيب، معايا عبر الهاتف الآن الكابتن نسيم أسرير، مدرب حراس مرمى فريق شباب بلوزداد الجزائري. يا فندم مشرف ومنور، سعيد بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. مساء الخير الأخ كريم، وشكركم على هذه الاستضافة. وإحنا كمان بنشكركم على كرم الضيافة امبارح للنادي الأهلي. سلوك رائع جدا سواء من الجماهير سواء من الفريقين. المباراة امبارح ظهرت بشكل فيه روح رياضية رائعة جدا سواء من شباب بلوزداد أو من النادي الأهلي، فبشكرك من حيث المبدأ. وسؤالي الثاني هو ما رأيك فيما قدم في مباراة الأمس؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني المباراة اللي تعدت في الأمس كانت مباراة جميلة، وكان قدم يعني فريقنا شباب بلوزداد مقابلة في المستوى، رغم أن يعني النتيجة كانت تعادل. كنا عارفين أن المقابلة راح تكون صعبة لأن كل الفرق عندها يعني نفس الحظوظ في يعني في التأهل إلى الربع النهائي، وإحنا عارفين أن احنا نواجهوا فريق كبير بحجم الأهلي، لأن معظم اللاعبين تاعهم في الفريق في المنتخب الوطني ولاعبين كويسين. ظننا احنا حضرنا بجد المقابلة هذه وكنا قدمنا مستوى رائع، لكن بعض التسرع اللي خلانا ما نسجلوش الأهداف. عظيم جدا. امبارح حارس مرمى شباب بلوزداد لم يختبر تقريبا، الاهلي مالوش اي كرات على المرمى، ولكنه كان قدم على مستوى الكرات العرضيه والتفاصيل القليله مستوى جيد. والناحيه الثانيه مصطفى شوبير الحارس الثاني للنادي الاهلي يعني زاد عن مرمى في اكثر من كره خطيره جدا في غياب حارس منتخب مصر محمد الشناوي حارس النادي الاهلي. هل توقعتوا ان الحارس الثاني للنادي الاهلي يكون بهذا المستوى في هذه المواجهه؟ يعني صحيح، هو فريق الاهلي عنده حراس ممتازين، يعني بغض النظر عن الحارس الشناوي اللي نتمناو له ان شاء الله انه يعود في اقرب وقت للفريق. رغم هذا ان مصطفى يعني قدم مباراه جميله، وكان كانت عنده عده تدخلات يعني في المباراه اللي قدر باش يحافظ على نظافه شباكه، ويعني كانت خمس تسديدات يعني في المرمى، كان مصطفى يعني في المستوى في الخمس تسديدات هذه. نظن ان يعني حارس قندوز يعني حارس مرمى شباب بلوزداد لم يختبر يعني في المقابله هذه، لان الفريق الخصم يعني ما كانش عنده تدخلات مباشره يعني مع الفريق، ولكن بالعكس الحارس الأهلي قدم مستوى لا بأس به وخلى الفريق يعني يعود بنقطة التعادل، يعني نقدر نقول أنها نقطة بطعم الفوز. كابتن نسيم أسرير مدرب حراس مرمى فريق شباب بلوزداد، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.